الإنسان. هكلمك عن دور أعضاء مجلس الشعب والشورى. أول حاجة، دور أعضاء مجلس الشعب لازم المواطنين يعرفوا هو دور أعضاء مجلس الشعب. أولا له دور رقابي ودور تشريعي ودور خدمي، بس بنسبة بسيطة. خلينا نشرح الدور الرقابي، اللي هو بيراقب على الحكومة في الحدود التي خولها له القانون. دور التشريعي ده الأهم وأكبر قدر بنقوله، هو المخصص بيه عضو مجلس الشعب، اللي هو بيمرر القوانين، بيسن القوانين، بياخد بيوافق، لازم يوافق على الاتفاقيات التي تمس سيادة الدولة وتكلف الدولة موارد لابد من موافقته عليها. دور الخدمي، يعني دي أساس التشريع، أساس الموازنة العامة والقوانين. الدور الخدمي ده جزء بسيط بس عشان خاطر أبناء الدائرة العضو مجلس الشعب، بس دور جزء بسيط مالوش علاقة، المهتم بيه أكتر هو المجالس الشعبية المحلية، لكن عضو مجلس الشعب جزء بسيط. بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى، ودورهم هو أخذ رأيهم في القوانين التي يحيلها إليهم رئيس الجمهورية، تقديم المقترحات فيما يخص هذه القوانين، أخذ موافقتهم فيما يخص الاتفاقيات أيضا التي تمس الدولة والتي تكلف الدولة موارد. وده بعكس ما الناس فاهمين، ان مجلس الشعب اعضائه خدميين اكثر ما هم مهتمين بالتشريع. فلازم الناس وفي نقطه كمان بالنسبه لمجلس الشورى، ان المره دي بالذات في الانتخابات القادمه، ان هو هيشارك باعضاء منه في الجمعيات التاسيسيه اللي هتضع الدستور، مش هيبقى مجلس الشعب لوحده، يبقى مجلس الشعب واعضاء من مجلس الشورى، يبقى مجلس الشعب وشورى. تمام. الاختصاص بتاع مجلس الشعب ومجلس الشورى اختلفت من الدستور 71 للاعلان الدستوري؟ لا ما اختلفتش، هي دي اختصاص مجلس الشعب والشورى من يوم ما عرفنا اختصاص، بس كان الناس عندها لغط او عدم معرفه او عدم قدره على المعرفه به هي اختصاصاته، كانوا ما متنبهين اكتر للنوع الخدمي. ولسه لما نشوف الدستور لما يطلع بشكل نهائي ايه اللي هيبقى مدة الصلاحيات، او الصلاحيات الاعضاء مجلس الشعب هتكبر او هتعمل، لسه الدستور